أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا إمام مسجد ووجدت داخل المسجد ريالات، ماذا أفعل بها، علما بأن لها الآن عندي حوالي الشهرين؟ إن كان لها علامة تعرف بها فاحتفظ بها وأعلن عنها، أعلن عنها، وإذا جاء صاحبها ووصفها بعلامتها الفارقة أعطيها إياه. أما إذا كان ما لها علامات تعرف بها فتصدق بها على محتاجين ويكون أجرها لصاحبها. نعم.